بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد متولي، وإن شاء الله فيديو جديد من فيديوهات تسطيب البرامج. معنا النهاردة برنامج SPSS الإصدار 27، وهو يعتبر برضو من أشهر البرامج المستخدمة في العمليات الإحصائية. بيبدأ معانا الفولدر بيكون بالشكل ده، تمام؟ بيكون في ملف البرنامج نفسه، في ملف الأبديت، وملف الكراك. ملف الكراك ده بالملفين دول بننقلهم في الاخر، بوريك مكانهم فين، بنحطهم في السيف مكان معين. ملف الابديت وملف الكراك. بنبدأ بتصطيب البرنامج عادي خالص، بيبدأ يحمل بالشكل ده. تبدأ عملية التنصيب بالتالي، بعمل نيكست، بعدها اكسبت، نيكست، نيكست كمان. ده مكان الحفظ، لو عايز اغيره مفيش مشكلة، وعايز اخلي اسمه في السي برضو عادي، انستول. بشيل علامة التشيك بوكس اللي هنا دي عشان ان انا البرنامج ما يشتغلش لحد ما اعمل عملية التفعيل. بعدين بتوجه للفولدر بقى بتاع الابديت، بلاقي فيه فايل واحد باخده، بنروح على بروجرام فايلز، على اي بي ام اس بي اس اس ستاتستكس 27، واعمل بيست هنا الفايل اللي هو ايه اللي في الابديت. إذا موجود منه نسخة تاني بيعمل ريبليس مفيش مشكلة. وبعدين بناخد الملف التاني اللي هو ال سيرفيس ده، بناخده من نفس المسار، بنحطه برضه في نفس الفولدر اللي هو 27. يبقى أنا كده نقلت ملفين، ملف من الأبديت وملف من الكراك. تمام، بعد ما عملتهم ببدأ اشغل البرنامج، بيشتغل ان شاء الله على طول عادي، مفيش اي مشكلة فيه خالص. بيبدأ معاك بالشكل ده، برنامج نسخة كاملة مفيش اي حاجة فيها ناقصة ان شاء الله. بس بنشيل علامة الشيك اللي تحت دي لو انا مش عايز الرسالة الافتتاحية تيجي في الاول اللي هي الترحيبية، وبعد كده البرنامج معاك بيشتغل بالشكل ده. تقدر بقى تتابع بعد كده اي دروس اي حاجة على قناة اليوتيوب بنفس الطريقة. تمام كده، الاصدار 27 نسخة ويندوز 64. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.